السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم غادي ندير لكم واحد الجوله اللي هي زوينه في الباديه. شوفوا تبارك الله الخير موجود، واخا المناقص عندهم هادشي راه تشوط بالماء، ولكن اللهم لك الحمد. شوفوا تبارك الله فلفله، هادي كلها فلفله غادي تولي حمراء مع الشمس. خصهم غير الماء صراحه. هاي تبارك الله، شوف الفلفله، شوفوا ما شاء الله بقى صغيرة. هذا كاينه فلفله، هذه فلفله حلوه، هذه هي باش كتكبر. هنا مطيشه، خاص صراحه خاص غير الماء. اي والله ما لك الحمد، يا ربي عطيني شي شبعه ديال الماء يا ربي. شوفوا فلفله، شوفوا مطيشه هي هنا حمراء ما شاء الله. غادي نوريكم الدنجان، صراحة كلينا منو حتى شبعنا، ولكن هادشي اللي بقى هنايا. المهم هانتوما شوطات الشمس، ها هو ها هو الدنجان. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين. تبارك الله، هنا كاين الكرموس، هنا كنقولوا ليه الكرموس. هما باقيين صغيرين، مازال ما ولات مزيان حتى الماء ما كاينش بزاف صراحه، مع الشوم والحال سخون هنايا. ها هي وحده هنا، ما عرفتش باينه ليكم ولا ما بيناش. هنا غادي نشوفوا القرعه، تبارك الله شوفوا على قرعه غاديه شي كسكسو ما شاء الله. شوفوا شوفوا هذه راه باقا هنا مدرقه، شفتوها قداش تبارك الله. شو الاخرى هذه، هي درقناها بالشمس باش ما تخسرش. شوها ما شاء الله، نعاود ندرقها. تبارك الله قراعي، شوفوا تبارك الله هنا هذه قداش شاده، راه كبيره ما شاء الله. هذه القرعه الحجيه تيقولوا لها مستكاله، حتى حنا درناها كتجي فن في كسكسو. هذه هي قرعه هنا كبيره تبارك الله، شوفوا قداش، شوفوا تبارك الله الخير ديال سيدي ربي. هادشي غير الماء هنا ناقص عندنا، هنا النواحي ديال قلعة السراغ هنا عندنا الماء ناقص بزاف. نتمنى ربي يسقينا من عنده يا ربي العالمين. شوفوا النعناع، شوفوا النعناع، شوف نعناع غزال بيو، ما فيه لا دواء لا والو. هادشي كله كنقول لكم هنا ما فيه لا دواء لا والو. ها الزيتون راه مازال ما عطيش بزاف، الزيتون هنا كاين الكبال كنقولوا لها الذرة، كاين شي زوين غير التمر ان شاء الله، وان شاء الله نسلقوها ولا نشويوها اللي كانت. المهم ها هي، ها هي هنا باقا، يلاه بانت شي شحال زوينه. ايوا تبارك الله على خيرات سيدي ربي، اللهم بارك. هاي سير قرعه تبارك الله فين واصله، تبارك الرحمن يا ربي. صراحه اجواء زوينه، ما عرفتش الحامض، نشوف لكم الحامض واش باقي فيه. هنا الفصه اللي كنعطوها حاجاكم للبحين، كيحشوها وكيعطوها للبقر. هادي تبارك الله الجنانه ديال الزيتون كلها، شوف تبارك الله الزيتون هو باقي مازال مقصطاش وقيتو تبارك الله، راه عاطي حيت هنا كيسقيو. ها نتوما اللهم بارك، هذه حامضه، هاي الحامضه هي عاطيه، شفتوا تبارك الله الحامض تبارك الله.
عاطي كنا هادي واش تفاحة ولا لا غتكون غتكون سفرجل. سفرجل هذا هادي سفرجلة. ايوا هذا البرقوق لقيته عاد راني كنت صورت معاكم. هادي برقوقة هي وهادي وهادي رنجة. هذا الرنج هذا هو حامض. ها هو هذا حامض بلدي. هذا حامض بلدي وهذا حامض رومي. تبارك الله الحامض غير مليوح في الارض تبارك الله. اي أيوة والله ما اديمها نعمه وحده من الزوال. هذه هذه رمانه الرمان. ها تبارك الله راه والد ما شاء الله. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. واللي كيشاهد القناه ديالي لاول مره ما تنساش او ما تنسايش اختي تشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وما تنسونيش من اللايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم اللي كيخليوني ديما نزيد للقدام. شكرا على المتابعه. الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.